الحملة تهدف إلى جمع أكبر عدد ممكن من الجلود، إذ يعد إشراك المواطن أمراً أساسياً. العينة من بلدية أولاد هداج بولاية بومرداس. يعني ماذا بينا انه تلقى هذه العمليه رواج في مختلف الاحياء، وحنا راهي في بدايتها في اليوم الاول فقط. ان شاء الله يعني ولايه بومرداس ككل تكون نموذج للولايات الاخرى ايضا. يعني لقات رواج، احنا في ولايه الدجاج لقات استجابه 100% هنا في الاحياء، وخذينا هذا الحي تاع 1248 مسكن عدل كنموذج. نجاح العملية يرتبط أساساً بتحسيس المواطنين بأهمية الحملة ومساهمتها في ترقية الاقتصاد الوطني. بالمواصلة في هذا العمل تاع الحملة التحسيسية من أجل تثمين هذا المادة هذه، نقدروا اون بوغا اونجستري لا كرياسيون دو بليزيوغ زونتربريز في هذا المجال هذا، ونقدروا ثاني نصدروا لا ماتيير بروميير هذه. احنا ما رناش نسترجعوا الكميه كاع واش راهنا واش راه يجي كما واش راهي ترمى، ملي نجمو نريكيبيروها ريكيبيروها ونستغلوها اون برودكسيون. ويبقى الهدف هو ترقيه الصناعات الوطنيه للجلود وتكريس ثقافه الاسترجاع والرسكله، قصد الاستفاده من مثل هذه المواد الاوليه.